السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. عمال سابقون باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ينددون بما سموه التسريح الجماعي الذي قالوا إنهم تعرضوا له منذ عام. تواصل أعمال أيام للتحسيس بنواكشوط حول أهمية التعليم المتخصص لصالح الأطفال ذوي الإعاقة في موريتانيا. اتحاد إعلاميات موريتانيا والمنتدى العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ينظمان ندوة مشتركة احتفاء بذكرى المولد النبوي. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. ندد عدد من العاملين السابقين في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بما سموه التسريح الجماعي مجهول الأسباب، والذي قالوا إن 300 عامل دائم باللجنة تعرضوا له. وقال العاملون السابقون باللجنة خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط إنهم أشرفوا على أول تجربة ميدانية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات قبل أن يتم تغييبهم وإحالة ملف الإشراف إلى فريق آخر قالوا إنه اكتتب في ظروف غامضة. مرت سنة كاملة على التسريح الجماعي الذي ذهب ضحيته جميع العمال دائمين لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، والذي ما زالت أسبابه مجهولة لحد الساعة. وتنقضي هذه السنة و300 أسرة من أسر الموظفين السابقين لجنة وطنية مستقلة للانتخابات من دون دخل، مما يهدد السكينة الاجتماعية بصورة عامة والأسرية بصفة خاصة، ويثير التساؤل عن ما هو الذنب الذي اقترفه هؤلاء وأخذوا به. لقد قام هؤلاء العمال من يوليو إلى سبتمبر 2013 بالإشراف على أول تجربة تجريها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات على الميدان من خلال الإحصاء الإداري الطابع الانتخابي الذي مكن من إعداد لائحة انتخابية سليمة رغم العوامل المعوقة مثل فصل الخريف تزامن مع شهر رمضان ومقاطعة جزء من المعارضة السياسية. ومن الجدير بذكر أن هذا الفريق كان له الفضل في التمهيد لتنظيم انتخابات التسريع على البلدية بدءا باستلام الترشحات وإعداد اللوائح المرشحة في ظروف جيدة، إلا أنه تم تغييبه عن عملية انتخابية التي هي لب المسلسل الانتخابي عند حلول شوطها الأول. ولسبب ما عهد بتنظيمها وبشكل مرتجل إلى فريق جديد من العمال غير الدائمين تم اكتتابه في ظروف غامضة. وندد العاملون السابقون باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بما سماه الصمت غير المفهوم لمسؤولي الأحزاب السياسية والشخصيات المستقلة والإعلام. على كل حال كان من الأنسب عدم إيقاع مثل هذا العقاب الجماعي لعمال لم يخونوا شعبهم. هنالك إلى حد الساعة صمت غير مفهوم، فلا مسؤول الأحزاب السياسية ولا منتخب الشعب ولا الشخصيات المستقلة ولا الصحافة تعاطوا مع هذا التسريح الجماعي والمتعسف والذي ذهب ضحيته مئات من أبناء وبنات هذا الوطن، والذي ما زالت ملفاته أمام الهيئات الإدارية والتشريعية المختصة. كل المذكورين أعلاه مدعون للدفاع عن قضية هؤلاء الجنود المجهولين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم وضعوا ثقتهم في مؤسسة انتخابية وطنية مستقلة ودائمة جاءت ثمرة حوار سياسي بين الأغلبية وجزء من المعارضة، بل أكثر من ذلك آمنوا بمستقبل زاهر يأمله كل الموريتانيين من خلال مؤسسة انتخابية ينتظر منها أن تلعب دورا رائدا في مجال الشباب والحداد. والله ونرجو من الله العلي القدير أن يستوفى هؤلاء الموظفون السابقون حقوقهم المسلوبة كاملة غير منقوصة ويستعيدوا مكانتهم داخل اللجنة المستقلة الانتخابية الحالية. تتواصل بالعاصمة نواكشوط أيام للتحسيس حول أهمية التعليم المتخصص لصالح الأطفال ذوي الإعاقة. وقال الأمين العام لوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة محمد محمود ورسيدي يحيى إن موريتانيا قطعت خطوات في مجال الاهتمام بشريحة المعاقين في موريتانيا على المستوى القانوني وكذا على المستوى التعليمي والدعم المادي والمعنوي. التفاصيل في هذا التقرير. لم تمنع الإعاقة هؤلاء الصغار من ارتياد قاعات الدرس والتعلم رغم صعوبة التحديات وقساوة الظروف في بعض الأحيان. عشرات الأطفال في مقتبل الأعمار عكرت الإعاقة صفو براءتهم وصاحبتهم منذ الصغر. هم ليسوا إلا جزءا من أصناف عديدة من ذوي الإعاقة في موريتانيا، لكنهم أكثر حظا من آخرين لم يكتب لهم بعد الالتحاق بقاعة الدرس. وإن عبرت الجهات الرسمية عن سعيها إلى تعميم التعليم لصالح هذه الفئة في سياق الجانب التعليمي،
قامت بإنشاء هذا المركز في السنة قبل الماضية. وأهمية هذا المركز أيها السادة والسيدات كبيرة، لأنه ينتقل بإشكالية تدريس هذه الفئات التي تحتاج تعليما متخصصا من مستوى على مستوى مدرسة خاصة في نواكشوط إلى التفكير في تعميم هذه الخدمة على المستوى الوطني. تصريح يأتي في سياق تنظيم أيام للتحسيس حول أهمية التعليم المتخصص لصالح الأطفال ذوي الإعاقة، وقد طمأن في جزء منه على مستقبل فئة المعاقين خصوصا الأطفال منها بعد تعديد الإنجازات التي تقول السلطات بتحقيقها لهذه الشريحة. جميع الفاعلين والمجتمع المدني وآباء التلاميذ لنقول لهم تعالوا جميعا، السلطات العمومية توفر لكم هذه الخدمة، نريد أن لا يبقى هناك طفل في بيته يستحق هذه الخدمة إلا واستفاد منها، نريد من لديه طفل مكفوف ولديه طفل يحس أن السلطات معه وأنها مستعدة أن تكونه وتؤهله وتوفر الخدمة التعليمية وتقدمه مستويات التعليم والتكوين إلى المستويات التي يصبو إليها ويعبر عن قدراته وإمكانياته. ورغم ذلك لم تستطع الجهات الرسمية المعنية في موريتانيا التوفر على إحصائيات دقيقة للمعاقين في البلد ولا أصناف الإعاقات الموجودة، وهو عامل يقول البعض إنه يحد من حجم الإنجاز المرجو للفئة المستهدفة والانتظاراتها وحاجياتها المتعددة، ويظل عائقا أمام السلطات والجمعيات الناشطة في هذا المجال. صادق أعضاء الجمعية الوطنية على قانون نظامي جديد يلغي ويحل محل قانون نظامي تمت المصادقة عليه العام الماضي بخصوص العودة إلى مسار التجديد الجزئي والمنتظم لأعضاء مجلس الشيوخ. ويقضي القانون النظامي الجديد بتجديد الفئتين باء وجيم في العام 2016 على أن تكتمل العودة إلى مسار التجديد الجزئي المنتظم في غضون عام 2022. المزيد من التفاصيل نتابعه في التقرير التالي. أعضاء الجمعية الوطنية يصادقون على قانون نظامي جديد يحدد طرق العودة إلى انتظام التجديد الجزئي لأعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني، وذلك عبر خارطة طريق يكتمل بموجبها تجديد أعضاء المجلس وتجاوز الأزمة التي يعيشها منذ سنوات في غضون عام 2022. الخارطة الجديدة تقترح تجديد الفئتين باء وجيم خلال العام 2016 على أن تصل مدة مأمورية إحداهما 4 سنوات، فيما تستمر مدة الفئة الثانية 6 سنوات، على أن يتحدد الأعضاء الفائزون بمأمورية 6 سنوات من خلال قرعة تجري داخل مجلس الشيوخ. ويحل القانون الجديد محل القانون رقم 02914 الصادر في 26 ديسمبر 2014 والقاضي بإقرار خطة مشابهة كانت تهدف إلى تجديد مجلس الشيوخ في غضون 2021، حيث تم استدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بتجديد أعضاء الفئتين باء وجيم للحضور منتصف مارس 2015 قبل أن يتأجل وإلى أجل غير محدد موعد انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بقرار جاء عقب الاجتماع الاستثنائي للحكومة في 4 فبراير الماضي. غير أن القانون النظامي أنف الذكر ظل معطلا طيلة العام المصطلم رغم قيمته القانونية، حيث تحل القوانين النظامية في الرتبة الثانية بعد الدستور، فيما توصف ذات الصبغة الدستورية منها بأنها تعد جزءا من الدستور نفسه، ويعتبر عدم امتثال قواعدها الآمرة خرقا للدستور، وهو ما جعل خبراء قانونيين ينتقدون الحكومة داعين إياها إلى الاستناد على فتوى دستورية مؤسسة قبل اتخاذ قرار على هذا النحو. ويرى متابعون أن الحكومة لجأت إلى تأجيل انتخابات الشيوخ بعد استدعاء هيئة الناخبين بسبب استمرار تداعيات الأزمة السياسية والمساعي نحو إطلاق حوار سياسي يشارك فيه جميع الأطراف. يتواصل بالعاصمة نواكشوط أسبوع الأقصى الذي تنظمه المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة. وينظم الأسبوع هذا العام تحت شعار انتفاضة الأقصى طريقنا إلى التحرير، ويتضمن محاضرات تعرف بأبعاد القضية الفلسطينية وجهود قوات الاحتلال المتواصلة في سبيل تهويد القدس واقتحام الأقصى. فلا يكفي فقط ما نحن فيه من التضامن لإظهار التضامن الشكلي، لابد أن تكون لنا
همم كهممهم وعزائم كعزائمهم وإخلاصا كإخلاصهم، إخلاصا كإخلاصهم. ما نحن فيه إذا لم نكن مخلصون فيه فهو هباء منذور، فهو هباء منذور. الإمام ابن الجوزي عبد الرحمن بن الجوزي رضي الله عنه نظر يوما إلى مجلسه، إلى مجلسه وفيه ما يزيد على 100,000، فوعظهم فبكوا، فلما رأى بكاءهم وتأثرهم بكى وقال: ويلك يا ابن الجوزي، إذا دخل هؤلاء الجنة بعلمك ودخلت بعملك النار. ما ينفعنا هو إخلاصنا، وما يكتب القبول لأعمالنا هو إخلاصنا. فينبغي أن نخلص ونعزم على حمل هذه الأمانة وعلى فداء هذا الدين. نظم اتحاد إعلاميات موريتانيا بالتعاون مع المنتدى العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ندوة بنواكشوط احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. الندوة المنظمة حول التمكين والنصر المبين شارك فيها عدد من الصحفيين وبعض منتسبي كل من الاتحاد والمنتدى. إن اتحاد إعلاميات موريتانيا احتفاء منه بشهر المولد النبوي الكريم، ومواصلة لحملة التمكين لسيرة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم التي أطلقناها العام الماضي، وسعينا من خلالها إلى غرس قيم النبوة في نفوس الشباب والمراهقين من طلاب وطالبات المدارس الثانوية بإحياء سيرته وبيان فضائله وشمائله ومقامه الرفيع من خلال الأنشطة المسابقاتية الأدبية والثقافية التي حركت مشاعر الإيمان في قلوب المراهقين وحفزتهم على النجاح والطموح واتخاذ القرار. وبذلك نكون قد تحولنا من سياسة رد الفعل إلى سياسة رد التي تحدث كلما تعرض نبينا صلى الله عليه وسلم للإساءة، إلى سياسة الفعل التي تنبني على رؤية منع الفعل. شهد العام 2015 وقوع العديد من حوادث السير المأساوية التي خلفت قتلى وجرحى، وتصدرت هذه الحوادث ثلاثة شغلت الرأي العام الوطني بفعل مأساويتها وعدد من سقط فيها من القتلى. تفاصيل فنتابعها في سياق التقرير التالي. حوادث السير على طول الطرق التي تربط بين مدن موريتانيا ظلت عناوين يومية لا تكاد تغيب عن واجهة الصحف والمواقع الإخبارية وفي نشرات الأخبار في الإذاعة والتلفزيون طيلة العام 2015 المنصرم. عشرات القتلى ومئات الجرحى كانت حصيلة عام عرف حوادث سير مروعة، سقط في بعضها أكثر من 10 قتلى في آن واحد، فيما كان طريق الأمل أكثر الطرق التي شهدت حوادث مأساوية خلال العام. ثلاثة من هذه الحوادث شغلت الرأي العام الوطني خلال العام المنصرم. كان أولها حادث سير تعرضت له شاحنة تابعة للهندسة العسكرية تحمل عشرات الجنود الموريتانيين في مقطع طريق اللبنو بين مقاطعتي شنقيط وودان وسط أدرار في 20 فبراير الماضي، وهو ما خلف سقوط 14 قتيلا وعددا من الجرحى بحسب ما أعلنت القيادة العامة لأركان الجيوش في بيان وزعته على وسائل الإعلام بعد ساعات من وقوع الحادث، فيما نقلت مصادر إعلامية أن جرح الحادث وصلوا إلى 28 جريحا. ويأتي في المرتبة الثانية من بين حوادث السير التي شغلت الرأي العام خلال العام المنصرم حادث اصطدام باص نقل قادم من الحوض الشرقي بشاحنة محملة بالبضائع شرق العاصمة نواكشوط صبيحة 10 يونيو الماضي، مخلفا 11 قتيلا وإصابة باقي الركاب بجروح متفاوتة. حادث الطينطان في 22 ديسمبر الماضي الذي راح ضحيته مدير هيئة الرحمة أحمد دول عبد العزيز والصحفيان الشيخ عمر نجاي وأحمد للطالب، كان أكثر هذه الحوادث شغلا للرأي العام الوطني بفعل عنصر المفاجأة فيه وارتباط ضحاياه بالشأن العام الوطني. وبحسب المعطيات الخاصة بالحوادث التي شهدها العام، فقد كانت السرعة المفرطة وتآكل حافة الطريق أبرز أسباب حوادث السير. خلف التناقض في عدد الإصابات والوفيات جراء أحمى الوادي المتصدع في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2015 جدلا كبيرا في موريتانيا، خصوصا في أوساط الكتاب والمدونين الذين احتجوا مرارا أمام مقر وزارة الصحة بنواكشوط.
وقد اعتقل بعض المحتجين على خلفية ما عرف حينها بقضية حمى الوادي المتصدع، وأحيلوا إلى القضاء قبل أن يطلق سراحهم لاحقا بحرية مؤقتة. نتابع. أثار ظهور حالات من حمى الوادي المتصدع جدلا كبيرا في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة من عام 2015، خصوصا في أوساط الكتاب والمدونين، جدل تحول لاحقا إلى احتجاجات متتالية أمام وزارة الصحة في نواكشوط تنديدا بتعاطيها مع هذا الداء، الذي قال الوزير حينها إن موريتانيا اعتادت على ظهور حالات منه خلال كل موسم أمطار. لكن الاحتجاجات التي اعتقل فيها عدد من الشباب المدونين ستتصاعد وتيرتها لاحقا، حينما كشف عن وثيقة سرية بعثت بها الوزارة إلى منظمة الصحة العالمية يتناقض فيها رقم أعداد الوفيات والمصابين بحمى الوادي المتصدع مع الرقم الرسمي الذي صرح به وزير الصحة. وقد زار وزير الصحة أحمد الجلفون المستشفى الوطنية ومستشفى الشيخ زايد بالعاصمة نواكشوط، حيث يوجد بعض المصابين بالحمى. وأكد في تصريح رسمي بعدها أن الحكومة أكملت مناقصة ستحصل بموجبها على جهاز الكشف عن حمى الوادي المتصدع بدل اللجوء إلى معهد باستور بالعاصمة السنغالية داكار. وقد مضى التاريخ الذي حدد الوزير دون أن يتم اقتناء الجهاز قبل أن يأتي لاحقا وبعد أن تماثل المصابون للشفاء وقضى البعض جراء تلك الحمى. وقد أثار هذا الداء مخاوف لدى الكثير من المواطنين، مخاوف قالت السلطات الرسمية إنها رفعت إزاءها حالة التأهب بالقصوى استعدادا لأي طارئ ومحاولة للحد من انتشار المرض. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون، وقد تابعتم فيها عمال سابقون باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ينددون بما سموه التسريح الجماعي الذي قالوا إنهم تعرضوا له منذ عام. تواصل أعمال أيام للتحسيس بنواكشوط حول أهمية التعليم المتخصص لصالح الأطفال ذوي الإعاقة في موريتانيا. اتحاد إعلاميات موريتانيا والمنتدى العالمي لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ينظمان ندوة مشتركة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثانية موجز أخباري بحول الله. السلام عليكم.